النجاح نور يشع في الأفق ونهر يرتوي منه المتفوقون وزهرة يتسنم شذاها المتميزون وبحر تتلاطم أمواجه ولا تقاومها إلا جدية الطالب ومثابرته على التفوق العلمي وطموحه نحو المعالي والرفعة. حلقتنا بدأت لكن بعد الفاصل. يسرنا مشاهدينا أن نرحب بالطالب المتفوق فهد جمول الحاصل على 2895 درجة في الشهادة الثانوية الفرع العلمي، والترحيب أيضا موصول للسيد ماهر جمول والد فهد. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا. إن شاء الله ألف مبروك يا رب هالنجاح الكريم والكبير والمشرف. بارك فيك. فهد، أول شيء ممكن يخطر على بالنا هو فرحة النجاح وهي لحظة تلقيك الخبر والنتائج، وخاصة أنه كانت النتائج هي السنة مفاجئة، فاحكي لنا عن لحظة تلقيك الخبر. بصراحة أنا ما كنت بالبيت، كنت راجع، فاتصل في أستاذي وأنا على الطريق، قال لي مبروك. ما بس قال لي مبروك قلت أكيد جايب مرتبة الثاني على المحافظة، ما قال لي الثاني على القطر. كان الكل اغلب الناس عرفت من السيد الوزير طلع على البث مباشر. انا ما كنت بالبيت، ما عرفت. رفيقي قال لي انه بعد 10 دقائق النتائج، فنزلت على البيت دغري. حلو، كنت متوتر فهد ولا خلص ريلاكس؟ قبل النتائج لا، بس لما عرفت انه قست النتائج اكيد توترت. ولما شفت استاذي عم بدق لي قلت يا اكيد بدق لي علام يا بدق لي مرتبه. تماما. قال لي مبروك الثاني على المحافظه. الله، وخاصة انه انت متوقع طبعا انه يكون في لك مرتبة على القطر. ايه. كنت انت متوقع على القطر ولا على المحافظة؟ لا على القطر، كنت متوقع 290. خلاص حلو، واثق الخطوة يمشي ملكان. اهلا وسهلا استاذ، ان شاء الله الف مبروك يا رب نجاح فهد. احكي لنا عن هي الفرحة اللي اكيد طبعا مو فرحة فهد لحاله، اليوم فرحتكم وفرحة سوريا كلياتها. فاحكي لنا عن لحظة هيك تلقيكم هالنتيجة الحلوة. حقيقة أنا تلقيت الخبر من صديق إلي بمدينة دمشق، هون حكى معي. حلو. فبيبارك لي على التليفون، أنا ما معي علم بالشغل كنت. قال لي إنه فهد ابنك طالع بمرتبة على سوريا. الله. فكانت الفرحة كثير كبيرة، يعني ما كيف وصلت على البيت، كيف حكيت معه. مالك مصدق، بس بدك توصل وتبارك له وتفرح فيه. احنا متوقعين يعني هذا الشيء، بس أما لما بيصل الخبر بصير الموضوع بشكل جدي، بكون الإنسان فرحته كثير كبيرة. طبعا طبعا اكيد، وان شاء الله يا رب هالفرحات على طول استاذ ماهر بتضل هيك، يعني على طول فرحان بفهد وباخواته. هاي الفرحه ما بنحرم منها حدا. امين. بنتمناها لكل الناس. اكيد اكيد طبعا يا رب. فهد، اليوم انت نجاحك بالبكالوريا اكيد هيك ما اجى فجاه، انت هيك صرت خلص بدك تصير متفوق وتصير متميز. اكيد طبعا هذا حصيله سنين ماضيه. احكي لي عن سنينك اللي قبل، من وقت ما كنت صف اول لليوم، ولانت خلصت بكالوريا ونهيت مراحلك الدراسيه المدرسيه. من الاول للسادس انا بالابتدائي كنت دائما اطلع الاول على المدرسه. حلو. لما فت بالسابعه المتفوقين صار يعني بطل في طلاب عاديه او طلاب مش شاطره، صار الكل مستوى متقارب. تمام. يعني ما في طالب متوسط، كله جيد وفوق. من السابع تقريبا كانوا 408 علاماتي، من 410 407 من 410 هيك. خلص يعني انت من السابع متميز. بس مش كل سنه اطلع الاول. يعني سنه ثانيه سنه ثالثه. بس كل سنه لك مرتبه. الحمد لله. حلو، من الاوائل يعني. بالتاسع جبت 309.3 من 310، طلعت الثاني على المحافظه. كمان ما طلع لي ترتيب من اول ثلاثه على سوريا. بس على المحافظه طلع لي ترتيب. بالعاشر والحادي عشر كانوا اقل شوي علاماتي، بس كمان فوق ال 400 من 410. حلو. للبكالوريا. يعني كنت خلص محافظ على ترتيب معين، كل سنه تكون انت لك اسم ولك طبعا حاجز هيك مقعد ما بين المتميزين والاوائل. حلو الكلام. طيب سنه البكالوريا حسران من اول ما بلشتها لوقت ما ختمتها. بلشت بالضبط ب 11/6، بالصيف اللي قبل البكالوريا.
تمام. بدأت تقريبا قبل 3 شهور من مدرستي. حلو. يعني ل 31 ستي في تقريبا شهر و20 يوم، سنه و20 يوم عفوا. قديش كانوا طوال فهد ولا هيك مرقوا بسرعه؟ مرقوا وانت عم تقرا بتحسهم طوال، اما لما يخلصوا تاخذ نتيجتك بتحس انه مرقوا بسرعه عن جد، وضاع وهيك راح كل تعبك وخلص نسيته، وانت اليوم بس مركز انه انت الثاني على القطر. طيب احكي لي فهد، انت اليوم بتنصح مثلا ابناء جيلك انه هن ينتسبوا لدورات صيفيه، ولا هذا الشيء مثلا ممكن يضيق لهم خلقهم؟ هلق في ناس ما بتبلش من الصيف، تمام، في ناس بتبلش من الشتاء، وفي رفقاتي ما قروا شيء بالصيف بس من الشتاء بلشوا. بس رفقاتك متميزين مثلك فهد ولا اللي بالمدرسه اللي متفوقين خارج المدرسه هيك وهيك يعني مش الكل؟ يعني هي بدها سنة التعب، 9 شهور يعني بتلحق، بس ما بتكون مرتاح مثل مبلش قبليك ب3 شهور. تماما يعني اللي فايت على المدرسه مثلا مخلص نص العلوم نص الرياضيات نص الفيزياء، غير اللي اسا بلش فيهم. انت هيك كنت فهد فتت على المدرسه وانت مخلص تقريبا نص موادك نص العلوم العلميه؟ اقل من نص بشوي. حلو. الرياضيات تقريبا نص واقل كمان بشوي، وفيزياء. قديش كنت مبسوط وقت هيك تفوت على المدرسه وعلى الصف والاستاذ يعطي الدرس وخلص انا حافظه؟ يعني عندي أكيد. عندي فكره عنه. اكيد اكيد طبعا، ولا احلى. استاذ ماهر، طبعا فهد اليوم هو الثاني على القطر، هذا المستوى المشرف اللي حصل عليه هو اكيد طبعا مو لحاله قدر يوصل لهون بمساعدتك ومساعدة السيدة الوالدة وحتى اخواته بالبيت، اكيد طبعا امنتوا له الجو المناسب لحتى يقدر يوصل لهون. احكي لنا عن دور الاهل بتميز ابنائهم. بالحقيقة الفضل الكبير والاكبر هي لوالدته، بنوجه لها تحية اكيد. طبعا لانه يعني كثير تعبت معه وسهرت معه وتعبها ما راح، اكيد ما راح سهرة. فصدقا نحن كثير ممنونين لها بتعبها معه هي حصرا. جو اكيد في جو دراسي مثل اي بيت يعني، بس طبيعه شغلنا نحن بنغيب عن البيت كثير، فالوالده بتكون او الزوجه هي بتكون الاهتمام الاكبر لها. تماما. فكانت واقفه معه دقيقه بدقيقه، بديش اقول لك غير هيك، هو بيعرف قديش مدى التعب اللي تعبته معه. قديش مهم استاذ فهد، هلا انتم حطيتوا ثقتكم بفهد، خلص هو متفوق وهو متميز وحاطين كل املنا فيك، قديش مهم هي الثقه انه ابننا ما يخذلنا ويكون عن جد محط وموضع ثقه؟ انا بالنسبه لي ثقتي فيه كانت كبيره، وكنت بقتنع باي شيء بيعمله، يعني اي علامه راح يجيبها انا كنت مقتنع فيها انه هذا جهده وهذا تعبه، يعني ما بدي اضغط يعني ما زيادة. كنت على طول تشكل عليه ضغط انه لا أنا بدي مرتبه وبدي انا بالنسبه كذا. اكيد لا. حلو الكلام. اكيد لا، هو بيعرف هذا الشيء، حكينا اكثر من مره بهذا الشيء انه خلص هذا جهدك هذا تعبك وخلص اعمل اللي عليك، اللي بدك تتعبه بدك تلاقيه بالنهايه، بس هي سنه مصيريه بالنسبه لك. اكيد طبعا. الضغط السترس ما كان عليه كثير، يعني كان حياته عاديه عايشه. حلو. بس هو بالنسبه له انسان منظم منضبط بالدراسي، ساعات قراءه يمكن ما بتكون طويله اما تركيز عالي. تمام. يعني هذا الشيء اللي وهذا المهم اكيد. في طلاب استاذ ماهر كثير مثلا بيقعدوا بيدرسوا بس للاسف بيكون تركيزهم وذهنهم كثير متشتت فما في نتيجه. لا هو مو من هذا النوع تماما، انا برايي يعني حتى لو كانت ساعات الدراسه قليله بس المهم تركيزي يكون عالي. لا هو تركيزه عالي، ساعات قراءته ما هي زياده. لا تماما أكيد. يعني اللي بيشوف فهد اليوم هو الثاني على القطر فبيفكر انه كل حياته كان مجنده بس للدراسه. لا أبداً. فاحكي لنا انت هي الاسرار اللي لا ابدا كان هو بال يعني هو كان عايش حياته طبيعي، كان هو بيلعب رياضه بيروح على بيتدرب بالنادي ما وقف ابدا بالفصل الاول. لا يعني خفف تمام الفصل الاول يمكن تمرين بالاسبوع ويلعب مباريات نهار جمعه، بس بالفصل الثاني لا خففنا يعني خفف كليا خففنا إيه. تمام إيه بس بقيت على المباريات اللي تكون نهار جمعه او نهار سبت هي يعني بصراحة هيك كان. أما أنه ضغط أنه ما يروح ما يجي هو لحاله ما اطلع، يعني هو حسب المسؤولية ولاقى أنه لا بحاجة لأوقات دراسي أكبر فكان يدرس فترة الجزء الثاني من السنة. قديش حلو استاذ ماهر انه فهد مريحكم وخلص انتم ابدا ما لكم بحاجه انه تتعبوا معه هلا اقعد دروس هلا قوم لا لا في هلا لا اكيد بدك لا بدك ترجع تقولي له اقعد دروس هو مثل مثل اي طالب يعني بس انه هو حدا منظم خلص لحاله يعني
خلص مريحكم يعني انتم ممكن تتوجهوا. هو شاطر وثقلين فيه بس اما تماما. الطالب دائما بده يدخل هو بده توجيه هذا اكيد. توجيه اكيد يعني. اكيد اكيد. قلت لك هذا الفضل كان كله لوالدته بهيك شغله انه منظمت له وقته وساعدته على تنظيم وقته بشكل كثير كبير. حلو حلو الكلام. احكي لي فهد عن موهبة كرة القدم، من امتى هيك بلشت معك؟ بلشت بالخمسة سنين تقريبا كمان. حلو كثير صغير كنت. بلعب نادي العربي. حلو. بالسويدة لسنة. السنة اجتني دعوة على منتخب سوريا الشباب. حلو. وانتقلت على نادي الشرطة السورية بالشام. حلو حلو. ملتزم معهم هسه حاليا. بالسنة ما تركت الملعب لشهر اثنين بالضبط كانت آخر مباراة، كان عندنا دوري درجة أولى على مستوى سوريا كمان، فما فيك تقطع وتترك فريقك وتدرب معهم عمر. بشهر اثنين على الأخير وقف، كانت آخر مباراة. طب هذا الشيء ما كان ياخذ منك وقت كبير، تدريبات وتحضيرات للمباراة، وأنت يعني خلص صرت حدا من الفريق فعليك كثير ثقة وخلص. أنا كنت متحضر بالصيف، بالشتاء تمرين واحد بالأسبوع، في أسابيع بالفصل الثاني ما يروحها بس تروح المباراة. هلا أكيد مش مثل اللاعب اللي متمرن طول الأسبوع، بس إنه قطع الأخير ما بدي أقطع. حلو الكلام. طيب انت بتتمنى انه يكون هيك تكمل كمان بمجال كرة القدم ولا خلص انت بدك توقف عند مرحلة معينة؟ لا حاب كمل، حاب كمل لحس انه خلص بدي اختار يا قدم يا دراسة، ساعتها رح اوقف. عن جد فهد ممكن تختار ما بين كرة القدم والدراسة؟ ممكن اذا اضطريت اكيد بدي اختار. تمام. يعني بالاخير مش رح صير لاعب كرة قدم ودكتور، رح صير دكتور ان شاء الله. ان شاء الله. وهذيك بتصير موهبة مش رح تضل. اكيد اكيد طبعا بنتمنى لك الخير والتوفيق بكافه اختياراتك. خلينا نرجع لسنه البكالوريا. هي السنه طبعا المصيريه بحياه اي انسان، وخاصه انت بتنتمي لمدرسه كلياتها متفوقين. انتوا عم تتنافسوا على اجزاء صغيره من العلامه. صح. احكي لي عن هي المنافسه اللي كانت بينك وبين رفقاتك، وخاصه انه الشعبه اللي انت فيها طلع منها الاول على الجمهوريه والثاني اللي هو انت. احكي لي عن هالمنافسه اللي بيناتكم. هلا طول ما انت بالابتدائي في كثير ناس بتطلع الاوائل على مدرستها وممكن ما تكون شاطره. اما لما تفوت على مدرسه متفوقين تلاقي الكل قريب من بعض، وفي كثير ناس مثلا كانت علامه الابتدائي 200 بالسابع للبكالوريا ما عادش تبين، ما عاد يطلع لها ترتيب، بتضل علامات عاليه اما ترتيب ما عادش فيه. تماما. ما فيك تنزل مستواك لانه أكيد. في علامات محدده ممكن اذا بتجيب اقل منها تطلع من المدرسه، تطلع من المتفوقين. فانت بدك تضل محافظ على وتيره معينه. التنافس كثير بيساعدك انك تقرا، انه لما رفيقك يجيب علامه اكثر منك انت بده يصير حافز عندك انك تسبقه. ما بكفي انك بس يعني علامات عاليه، بدك تضل عندك حافز انك بدك تسبق اللي جاب اكثر منك. اكيد اكيد طبعا. طيب احكي لي عن مدرسينك فهد، قديش هالعلاقه حلوه وهي اللي ساهمت بتميزك اليوم؟ في كثير مدرسين من السابعه بيعطوني معي بالمدرسه، مش عم بيعطوني طول السنين. تمام. بس اثروا فيك خلص وهن موجودين فانت ما بدك تخذلهم. صح. حلو. اكثر مدرس يقول لي انتم بدنا السنه مرتبه، بدنا مرتبه. ف يعني كان عندي اكثر من بدي اجيب مرتبه لي، بدي ما اخذلهم. حلو اكيد طبعا. واكيد طبعا انت ما خذلتهم وكنت اهل لهي الثقه، وبيظل الحديث عن مدرسينك وعن هالمدرسه الحلوه اللي انت كنت بتنتمي لها. في معنى اتصال هاتفي مع السيده سناء شرف مديره مدرسه المتفوقين الثانيه. اهلا وسهلا فيكي. اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا محافظه السويداء، محافظه الكرم والكرامه. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك سيده سناء، وان شاء الله الف الف مبروك يا رب هالنجاح المشرف اللي حصل عليه فهد وزميله قيس كمان. شكرا كثير لكم والف مبروك لسوريا الوطن. اكيد. ولا احلى انه يكون اليوم بمدرستك في اسمين كثير متميزين على مستوى القطر، اليوم الكل عم يحكي باسم فهد وباسم قيس وزملائهم، احكي لي عن هالجهود يلي بذلتوها طول السنه لحتى قدرتوا توصلوا لهالمستوى المشرف. الحقيقه كل طالب مدرسه المتفوقين او كل طالب بسوريا يستحق ان يكون مشروع طالب متفوق. الجهود المبذولة لحتى وصلنا لهذه النتيجة كانت من خلال تضافر عمل الأسرة والطالب والمدرسة، ولكنها خلال سنوات لم تأتي ولدت الصدفة. أكيد طبعا. فهذا
هذه كانت جهود تتمتع بداية بالعمل المهني الذي تميز به الأسرة التربوية بالمدرسي، بالتأكيد من خلال تقديم المعلومة بالطرق السليمة. تماما، فكل الشكر لهم جميعا ولأسر الأولياء، أسر الطلاب والطلاب نفسهم. أكيد أكيد طبعا لهم الشكر. وطبعا مدام سناء، مو بس لحنا بدنا نتشكرك، كمان فهد حابب يوجه لك كلمة هيك تعبير عن امتنانه وفخره أنه بينتمي للمدرسة. تفضل فهد. أول شيء كيفك أنا سناء؟ هي أنا سناء بتعرف قبل ما تكون مديرة عندي بالمدرسة قريبة من أهلي كثير، بتعرف من أني وصغير. بحب أشكرها على كل لحظة تعبت معنا فيها بالسنة، سواء هي أو الكادر الإداري أو المدرسين. يعني نحن لولا المدرسة لولا الأساتذة ما كنا جبنا هيك مراتب. تماما أكيد طبعا. الحقيقة ستي الكريمة، فهد لم يتميز فقط بالتحصيل الدراسي ولكن بالهوايات الأخرى كالرياضة والموسيقى والأولمبياد على مستوى القطر. فهد له هوايات كثيرة ولديه قدرات مميزة، والحمد لله أثمرت. واضح هذا الشيء أكيد طبعا مدام سناء، واضح أنه فهد هو حدا متميز على كافة الأصعدة. بدي أرجع أتشكرك مرة ثانية، شكرا لجهودك، شكرا لتضافر هالجهد الحلو والتعب الحلو اللي بذلته طبعا حضرتك وكافة الكادر التدريسي بسبيل الارتقاء بهالجيل، وانه يكون طبعا معنا اليوم اوائل على مستوى الجمهورية العربية السورية. شكرا لحضرتك جميعا. الله يا فهد، انه شو حلو اليوم تكون مديرتك هيك معنا باتصال هاتفي بهي الحلقة المميزة، وعم تشكرك وعم تهنيك وعم تحكي عن مو بس عن دراستك، عم تحكي عن كل مواهبك. فحكي لنا هيك عن الشيء المخبي اللي ما حكيت لنا، بس حكيت لنا كرة القدم ووقفت، في لسه شغلات تانية حلوة. في الموسيقى كمان بعزف من أنا 5 سنين عمري، كنت من معهد صلح الوادي بالشام. على الأحداث انتقلت لمعهد فريد، كنت انزل كل سبت على المعهد، عامل حفلات كثير، دار الأوبرا عامل حفلة، بمكتبة الأسد، بالمركز الثقافي بحمص. حلو حلو كتير، ولا احلى من انه احنا نكون جامعين هيك كل شيء حلو بهي الحياه، مو بس علم. كتير منلاقي استاذ ماهر نماذج انه هن شاطرين وبس، بتوقف يعني عند هي الكلمه. للاسف يمكن ما عندهم كتير حب مثلا للمجالات الثانيه. اليوم قديش مهم انه احنا الانسان المتفوق يكون متميز بكل شيء وعلى كافه الاصعده. احكي لي هيك عن مساهمتكم بمواهبه بنجاحه بنشاطاته وخاصه بسنه البكالوريا. طيب اول شيء اسمحي لي اني اشكر ست سناء شرف ومدرسه المتفوقين الثانيه على كل الجهد اللي بذلوه معنا ومع الطلاب كلهم. شو ما حكينا ما بنقدر نوفيهم حقهم حقيقه يعني. بالنسبة للطلاب بشكل عام أو لفهد، الحمد لله أنه هني عايشين، يعني مو من الطلاب اللي بس دراسي وما لهم حياة اجتماعية أو تمام. ما في مواهب، لا على العكس تماما. كأنه هو أو خيو الرياضة هي شيء أساسي بحياتهم. حلو كتير. والموسيقى هي موهبة ربنا أعطاهم إياها ونحن حاولنا ننميلهم إياها. تماما. لكن ميولهم للرياضة بشكل أكبر كان اكثر طغى على الموسيقى. تماما، هو هيك على طول. استاذ ماهر الشباب بيميلوا للرياضه اكثر يمكن من الموسيقى، يعني هو حتى يعني فينا نقول نحن الجو الاسري بشكل عام بياثر. تماما، يعني كون نحن مش من بيئه موسيقيه فبجوز ظلمناهم بهذا الشيء، كونه بيئتنا بيئه رياضيه فكانت الميول للرياضه اكثر. فانا بشجع دائما بشجع اولادي انه الرياضه مثل العلم بشكل كامل. ان بدك تروح على التمرين تبعك تلتزم التزام كامل. انا بهالعمليه مو بس يعني مو بس نمت له موهبته، انا حميته من الشارع ومن اخطار الشارع اكيد، وحفظت عليه لفتره لوعي وكبر وعم بيمارس شيء لصحته وبيستفيد منها بكل المجالات بالمستقبل. تمام. فانا بنصح كل الطلاب بهي الناحيه انه الرياضه هي شيء اساسي تكون بحياتك. اكيد اكيد الرياضه حياه، طبعًا. واكيد طبعا استاذ ماهر العقل السليم بالجسم طبعًا السليم. طبعا هذا الكلام اكيد
وانا بشجع قلت لي كل واحد وبشجعه له اكثر شيء يعني انا ماني ضده انه يمارس الرياضه اذا كان عنده توازن وقادر يحافظ على مستوى العلم. تماما تماما، كثير حلو الكلام طبعا اللي قاله السيد الوالد، واكيد طبعا التوازن كثير مهم كرمال احنا نكون قادرين نجمع كل شيء بنحبه بهي الحياه. فهد اليوم طبعا كل سوريا فخوره فيك وكل الناس عم تحكي باسمك اليوم، انتم حديث البلد، هالحديث الحلو اللي كل حدا هيك عم يتمنى انه يكون اولاده مثلك وبمكانتك. كاميرا التربويه هيك حبيت تعمل استطلاع مع الناس لحتى هيك يوجهوا لكم كلمه حلوه لحتى يفتخروا فيكم ويعبروا عن مشاعرهم اتجاهكم. خلونا نتابع سوا هالريبورتاج وبنرجع بنكفي الحلقه. شو بتحب توجه كلمة للطلاب المتفوقين؟ بقول لهم ألف مبروك وإن شاء الله دائما بالمراتب العالية وبالشهادات العالية، ويا ريت نحن جيلنا لحقنا هالمعلومات اللي عم ياخذوها هلأ كثير حاليا الطلاب بيستصعبوا وبينظروا للمواد بأنه كثير صعبة ومرهقة، ولكن بالنهاية كل ما زادت المعلومات كل ما بيكون مستقبل الطالب أفضل. فنحن على جيلنا أيام زمان كانت المعلومات قليلة نوعا ما على هوا هلأ مقارنة بالواقع الحالي للتدريس، فأنا بقول لهم أنه نيالكم على هالمعلومات اللي عم تاخذوها هلأ. أولا بشكره، ثانيا بهني وأتمنى له المسابرة بالتفوق في كل المراحل القادمة، لا يقتصر التفوق على مرحلة من المراحل، لا الابتدائية ولا الإعدادية ولا الثانوية ولا الجامعية، يجب أن يتم التفوق، يتابع تفوقه حتى باختصاصه، وإن أصبح طبيبا أو أصبح مهندسا أو محاميا يبقى مثابرا على التفوق، وهذا التفوق هي نقطة وراثية بهذا الإنسان يجب أن يحافظ عليها ويورثها. قل له حلال عليك واجتهد على نفسك وتعب على نفسك، لأنه مستقبل قدامك، ونحن معتبر يعني للعالم الغربي انه احنا من العالم الثالث، بالعكس نحن افهم منهم وارجل منهم، وان شاء الله طلابنا بيتفوقوا وبيتقدموا وان شاء الله للامام باذن الله. بقول له الله يقويك وخليك ماشي على دربك، وان شاء الله ترفع راس سوريا وترفع راسنا كلياتنا يا رب. فهد هلأ بعد ما شفنا مشاعر الناس وقديش فرحانين فيكم ومبسوطين فيكم، طبعا أكيد كلياتنا فخر بوجودك معنا لليوم. وخلينا بقى هلأ نرجع هيك لحديثنا عن البكالوريا وعن التنافس وثانوية المتفوقين، وخاصة بين قوسين وجود بشعبة واحدة الأول على الجمهورية العربية السورية والثاني، وذكرت لي أنكم رفقات وكثير، احكي لي هيك عن علاقتكم الحلوة، عن تنافسكم وعن جدكم لحتى قدرتوا توصلوا لهي المرحلة. أنا ويا لقيت رفقاتي من السابع قلت لك. حلو. بالسابع جينا بشعبة واحدة، من السابع للتاسع. من السابع بتتنافسوا فهد ولا كيف؟ حلو أكيد. الكلام. السابع والثامن كنا بشعبي وحده، وبالتاسع كمان كنا بشعبي. طلعت أنا الثاني وقتها، المحافظة هو الخامس. بتذكر بالتاسع كان بالتاسع كان بيناتنا سبع أجزاء بتذكر. أنا 309.3 هو 308.6 بتذكر أو فاصلة 5 ماشي. تماما. بالعاشر بطلنا بشعبي وحده بس ضلينا رفقات. لسن لس بتقضوا هيك اوقات سوا؟ اكيد. حلو هيك بالبكالوريا حتى ضلت كثير علاقتكم هيك مع بعض سوا على طول ولا لا خلص كل واحد التهى بدراسته؟ برا المدرسه بالبكالوريا مش كثير، اما جوا المدرسه مبلا. تمام. امبارح كنا انا وقيس. حلو.
هو مثلك كمان هيك بيحب الرياضة؟ هو كان يلعب تنس بس هو بيتابع كرة قدم، ما بيلعب يعني كهواية قليل، أما بيتابع كثير. حلو. وهي الرفقة الحلوة اللي بيناتكم، هي إنه أنا رفيقي الأول وأنا يعني الأوائل على طول، قديش على طول يعني هيك التميز بجر التميز فهد، قديش مهم رفقاتنا يكونوا متميزين لحتى نحاول على طول نبقى سوا بنفس المرتبة وبنفس التميز. يعني أكيد لما يكون رفيقك مش ميول الدراسي ما فيك تظل معه متابع، يعني حتى لو ظليت للبكالوريا وبعدين إن صار عندك طريق وهو طريقه يعني، او حتى ممكن ياثر عليك سلبا لانه بالنهايه استاذ ماهر بهيك عمر ممكن رفيقي يشكل لي خلص ببالي كل الدنيا، انه خلص اذا رفيقي منيح فكل الناس مناح وبنظري كل المجتمع منيح، اذا رفيقي سيء فلا بده يسحبني لطريقه. يعني الاجواء اللي بيعيشوها بالمدرسه هي راح تنتقل معهم للبيت تماما، وكونوا مدرسه مفوقين الثاني يعني كلهم طلاب مميزين نخبه طبعا، فانت ما بتخافي على ابنك نهائيا تماما. ايه عن جد هذا الشيء اللي كان منيح، وانا اولادي قلت لك وقتهم معبى تقريبا كانوا بالدراسه او بالرياضه، فدائما رفقاتهم ما شكلونا اي عبء طول مسيرتهم يعني الحمد لله، يعني ما تعرضنا لاي موقف مع اي رفيق او اثر علينا. حلو حلو الكلام. وفهد هو بالحاله العاديه شخصيته قويه يعني بيعرف هو كيف اللي قادر يأثر مو العكس، هو مؤثر كثير برفقاته يعني تماما بكل الأجواء. حلو. ما كان عندنا أي مشكلة من هاي الموضوع الحمد لله. حلو كثير فهد. طيب رفقاتك بالشعبة هيك كمان حدا منهم نال مرتبة سواء يعني على مستوى المحافظة أو على مستوى القطر ولا بس أنت؟ على مستوى القطر ما بتوقع، ما في على مستوى المحافظة كمان ما بعرف، بس على أنت يعني مش الكل عرفت. رفقاتي القريبين مني كثير 236 231 هيك تمام غالبا 237. حلو الكلام. يعني خلص كلياتكم كلياتهم بدهم طب. حلو الكلام. خلص كلياتهم حلم واحد وطموح واحد ولا احلى. طيب احكي لي بقى هلا فهد هيك عن المستقبل القريب اللي صار كثير كثير قريب، قربت الجامعه وقرب الحلم وقرب طموحنا يصير حقيقه، احكي لي عن حلمك. حلمي صير دكتور بالضبط جراحة عظمية، بحب الفرع كثير، وحلمي كمل بالرياضة أكيد. حلو. لا حد معين. تمام. شو هو الحد المعين اللي ممكن توقف عنده بالرياضة؟ يعني يوم أفوت بالحياة العملية وهيك ما عادش رح يصير في وقت للرياضة مثل إسا. تماما. يعني إسا بعد فيك تقدر تفضي وقت قد ما كان، مش طول الوقت عندك دراسي، مش طول النهار، أقل شيء فيك تفضي ساعة ونص ساعتين. تمام. مش كل الأيام طبعا، بس لحد معين بدك تصير، يعني بده يصير كل شيء بحياتك هو الطب اللي انت عم تدرسه. تماما. خلص هلا من هلا وطالع ما عاد عندك فهد، ما عاد في هلا مجال للعب، خلص هلا بلش الجد وبلشنا السنه التحضيريه، وان شاء الله يا رب بنشوفك هيك بالسنوات القريبه هيك اكبر طبيب يا رب واكبر جراح ومثل ما بتحب وبتتمنى. استاذ ماهر احكي لنا هيك عن مدى تاثير الاهالي على قرارات ابنائهم، قديش في اهل مثلا انه انا بدي اياك خلص دكتور او مهندس على عكس رغبه الطالب، ممكن هذا الشيء يكون هو يدرس ويوصل بس ما يكون ناجح يفشل، احكي لي قديش مهم لحنا نكون مع ابنائنا برغباتهم لحتى يكونوا متميزين. بالنسبه لعلاقتي بفهد انا هو اللي اختار هذا الطريق، انا ما كان لي اي طلب، كل انسان بيتمنى لابنه طبعا انه يكون باعلى مرتبه وبفرع يعني يتناسب مع تفكيره مع ذكائه. الطب هو حب يفوت بهذا المجال، كان في تاثير يعني نفسي لاحد الاطباء عليه. حلو. هو طبيب عظميه مشهور بسوريا الدكتور احمد مريم. تماما. التقى فيه مره يعني بالنسبه لفهد. التقى فيه مره لفهد فحصوه فاثر فيه كثير، فمن خلال هذا الطبيب هو حب هذا الفرع على ما يبدو وحابب يدرسه، نحن بالعكس نحن بدنا اياه يدرس شيء هو بحبه لا يقدر يكمل فيه مشان ما يلومنا بالمستقبل. تماما. انه انتم اثرتوا علي او لانه في احداث كثير صارت يعني حالات انه الطالب خضع على رغبه الاهل وما مشي ما نجح، فانا ما بدي اتحمل هي المسؤوليه، هو يتحمل مسؤوليته، انا علي ساعده ووجهه في حال احتاج رايي انا بوجهه، اذا ما احتاج رايي ما
وقادر تحقق قرار. استاذ ماهر شكرا لثقتك اللي معناها لفهد، شكرا طبعا تميزه اللي نابع من تميز الاب والام، شكرا لوالدته اللي طبعا لها كان مساهمه كثير كبيره بنجاحه وبتميزه لفهد. شكرا للوقت الحلو اللي هيك قضيناه سوا بهي الحلقه، حلقه كانت كثير مميزه مليانه بهيك بكل شيء حلو، مليانه بطاقه بتفاؤل وبنجاح وتميز، وهيك بظل هاي الاجواء الحلوه ومثل ما قلت لك من شوي انه الكل بده يفرح فيكم ويفتخر فيكم، كمان اكيد وزاره التربيه ما نسيتكم ومحضرت لكم هديه بسيطه ورمزيه، طبعا هيك عربون امتنان وشكر لجهودكم يلي بذلتوها طول هي السنه. بدي اتشكرك مره اخيره فهد على تعبك اللي تعبته هي السنه، وان شاء الله الف مبروك وتفضل ويا رب نشوفك هيك على القريب اكبر جراح بهالبلد. شكرا كثير استاذ ماهر، شكرا لحضوركم معنا شكرا اليوم. شكرا لكم، ونحن بدورنا بنشكر الفضائيه التربويه على هي اللفته الكريمه، بنشكر وزاره التربيه على اهتمامها باطفالنا. واجبنا يا استاذ ماهر واقل شيء فينا نعمله. شكرا لحضوركم معنا اليوم. شكرا.